مشاهدينا الكرام في كل مكان طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذه السهرة الخاصة والجميلة جدا بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية. نتمنى أن تكون هذه الأعياد وهذه السنة الجديدة هي سنة الخير والمحبة والتفاؤل والأمل للعراق إن شاء الله يا رب. اليوم نحن في حضرة الجمال، في حضرة الجمال العراقي واللي هو من نوع خاص طبعا، وأيضا اليوم احنا يعني أمامنا العديد من المواهب والعديد من الطاقات الموجودة راح نشوفها ويانا بالتأكيد. ونحب نرحب بالبداية بالفنانة النجمة العراقية الجميلة جدا كلوديا. مساء الخير. مساء الخير، ميري كريسمس وهابي نيو يير لكل المشاهدين ولكل متابعي قناة البغدادية ولكل ستاف قناة البغدادية أكيد ولكل شعبنا العراقي. شكرا. وبالتأكيد كلوديا يعني احنا دائما في بدايات الحديث نشوف البدايات أين كانت بالنسبة للجمال، بالنسبة للمودلينج، بالنسبة للغناء مع الأطفال، بالنسبة لمسرح الأطفال. الكثير من المواهب والكثير من الطاقات ما شاء الله موجودة عندك. يعني نحب نعرف البداية الحقيقية في مجال الغناء، يعني أين كانت؟ بصراحة هي موجودة مثل ما سبق وذكرتها أنه كانت موجودة، لكن أهلي كانوا راضين أنه موضوع احتراف في الغناء. لكن بعد حصولي على لقب مس عرب وورد وهو ملكة جمال العرب استقرت في مصر، صار لي فترة بسيطة. نعم. ومن بعدها يعني بدأت الحلم حلمي يلمع قدامي وقلت ممكن أنا أحققه، فاحترفت الغناء ويعني أنا مسيرتي صار لي تقريبا سنتين والحمد لله على الإنجاز اللي أنا سويته. أها. طيب يعني هل أضاف لك موضوع المودلينج وعرض الأزياء أضاف إلى الطلة مثلا أو التعامل مع الكاميرا أو التعامل مع الناس؟ يعني هو أكيد لازم إنه يضيف، ما في يعني كل شيء إلى إيجابياته وإلى سلبياته. إيجابياته أنه أنا تعودت أنه أعرف أمشي على الستيج، أعرف أتكلم مع الناس، أعرف أحاور الناس، بنفس الوقت هيبة الكاميرا تروح. لكن موضوع أنك أنت تمسك مايك وتغني هذا موضوع ثاني قدام الناس غير موضوع المودلينج. المودلينج يعني المودل بتكون سايلنت صامتة، فمن تمشي على البوديوم وهي وتعرض أزياء يكون الموضوع مختلف عن ما هي تغني وتسمع صوتها للجمهور يتفاعل معها الجمهور. هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني عن موضوع المودلينج. نعم. لكن يضيف، ما أقول لك أنه هو يضيف لا، لكن هو يفيدني أنا كفنانة. إذن أفادك هذا الموضوع شوية في بعض الجوانب يعني. نعم. طيب يعني أريد أسأل أيضا، هل كنت تتوقعين في يوم من الأيام أن تنتخبي ملكة للجمال؟ لا أكيد ما في، يعني ما في شيء أنا كنت أتوقعه. لكن أنا كنت أسعى مو لأني أحصل لقب جمالي لا، بس كنت أسعى دائما في شغلي، كنت أحب عملي، أحب الفن بشكل عام، والحمد لله رب العالمين وفقني وأعطاني على قد نيتي يعني الحمد لله. بس أنت بالتأكيد يعني ملكة الجمال يعني. تسلم هذا يا رب. احنا متفقين عليه. عموما نرجع أيضا إلى موضوع يعني حسب ما سمعت انه انت كنت تغنين ايضا بكورال كنائسي. نعم. نعم، هذا وانت صغيره يعني كنت؟ من انا وصغيره كنت اغني بالكورال الكنائسي، كنت ارتل بالكورال الكنائسي. ترتيلات. نعم. او تراتيل عفوا. تراتيل، ويعني ما اريد اتطرق لهذا الموضوع. نعم. كثير. نعم. يعني هذا جانب وهذا جانب ثاني. اكيد احنا نحكي على مرحله الطفوله يعني. نعم. رجعنا على هذا الموضوع. طيب كلوديا، يعني دائما يعني في حالة فنانة مثل حضرتك يعني وملكة جمال أيضا، دائما تكون هناك بعض الأقاويل أو الإشاعات من قبل الصحف والجرائد والإعلام. نعم. المرئي والمقروء والمسموع يقولون كلوديا يعني صاعدة بسرعة الصاروخ، يعني صعدت بسرعة. نعم. هل تتفقين مع هذا الرأي؟ يعني هو لأنه بصراحة أسمع هذه الأقاويل أنا وأسمع هذه المانشيتات وأقراها أحيانا، أنا لم يعني ما صعدت بسرعة الصاروخ، أنا أحس إن أنا تعبت بين ما وصلت. نعم. يعني الناس ما تحس هذا الشيء، يعني ما تحس، ممكن أنا أنجزت ممكن بفترة لكن أنا سريعة.
سريعة عن غيري. تحسين هناك في نوع من الطاقة، في نعم نوع من عندي الاندفاع طاقة. نعم الحياة. نعم مو اندفاع، حب. إذا ما كنت تحب عملك وتحب اللي يعني اللي دا تقدمه، لا يمكن إن أنت تصعد بسرعة الصاروخ، ولا يمكن يوصل للناس. تمام. كيف ليش يقولون مثلا كلوديا طلعت أو صعدت بسرعة الصاروخ؟ لأن أنا وصلت للناس بسرعة. نعم. وأصبح عندي جمهور في الوطن العربي وفي الخليج وفي مصر، الحمد لله والشكر يعني. بالتأكيد. فهذا نجاح بالنسبة لي، وأنا يعني الحمد لله يا رب العالمين على هذه المكانة اللي أوصلها بهذا الوقت البسيط. نحب نشوف جزء من هذه الطاقة. نعم. إذا أمكن ونسمع ايش تحبين تغنينا اليوم؟ اللي تريده أنت. ايش تشوفين؟ نسمع أي أندرو؟ أغنية من الألبوم الجديد. من الألبوم في أغنية أحبك. نعم. واني احب هذه الاغنيه، هي اكيد للشاعر الكبير حامد الغرباوي. نعم. الحان مظفر امير، توزيع ميثم علاء الدين. يلا نسمعها. نسمع احبك. يلا.
حلوة الأغنية طبعا كلش كانت أحبك، ألحان مظفر الأمير وكلمات كانت حامد الغرباوي. حامد الغرباوي والتوزيع لي ميثم علي. ميثم علي. طيب يعني لما كنت ملك الجمال، نعم، في اللقب سنة 2006 على ما أعتقد هذا اللقب، نعم، دائما ملكات الجمال عندهم تكون رسائل إنسانية، يشاركون بقوافل بحفلات خيرية مثلا، ينظمون بعض المهرجانات الخيرية، كيف ساهمت في هذا الموضوع؟ يعني هذه الفكرة كانت اقتراحي أساسا للمهرجان لشركة موشن ميديا أو لمهرجان مس عرب وورد. فكان الموضوع أنه يعني مو معقولة أنه أنا بس مجرد أن أنا طلعت من مس عرب وورد أنه راح فقط أني أمثل أو أغني، لا يعني لا. الموضوع يحتاج لأنه إثبات وجود، خصوصا أنه أنا مثلت يعني مثلت بلدي العراق طبعا. وكانت أول يعني أول عراقية تحصل على هذا اللقب. طيب هل يعني هل فكرت أنه تسوين أغنية أيضا من ضمن هذا المشروع؟ قدمت أغنية لأطفال العراق، نعم، في وقتها، لكن يعني في بداياتي لم أجد في بداياتي الغنائية لم، نعم، أجد الدعم من المحطات، نعم، العراقية كثير، نعم، فوجدت الدعم من المحطات الخليجية فعرضوها على القنوات الخليجية. أعتقد الشعب العراقي لحد الآن مو كله شايف هذه الأغنية. أكيد طبعا. طيب أريد أشوف دور الملحن العراقي علي صابر، نعم، في نجاح كلوديا. علي صابر أول من اكتشفني، نعم، يعني أنا كنت أعرف أنه أنا عندي الموهبة وعندي القدرة أنه أنا أغني، لكن لم يكن في وقتها عندي من يشجعني أو من يصقل هذه الموهبة. اللي ساعدني فيها وساهم فيها الأستاذ الملحن علي صابر، وكان يدندن في وقتها، كنا في الأردن، كان يدندن أغنية فغنيتها معه، غنيتها هو يدندنها على العود، نعم، فقال لي كلوديا أنت موهبة وصوتك يحتاج صقل، واكيد انت راح تكونين يوم من الايام سوبر ستار. قلت له استاذ علي انت تبالغ. قال لي لا انا ما ابالغ، وانا اعرف انه انت وين راح توصلين، نعم، انت موهبه عراقيه والمفروض انه انت تظهرين هذا الشيء. وفعلا انا يعني في بعدها، هذا قبل مس عرب، وجيت هنا انا مس عرب، خلصت السنه اللي كنت كاتبة فيها عقد أو كونترا مع الشركة، فكان يعني الحمد لله لحسن حظي كان هو مقيم في القاهرة وأنا أقمت في القاهرة، وتم الموضوع هذا وتم الالتقاء بيناتنا، ومرني ودربني كثير، ويعني خلالي النقط الأساسية في مسيرتي أنه أنا كيف أمشي، شو أسوي بالضبط، نعم، وين أتمرن، كيف أغني، وكان معايا كل يوم، بالرغم أنه كان بيته بعيد عن بيتي تقريبا ساعة ونص، نعم، في الطريق، وتعرف في القاهرة بلد زحمة شوية. أكيد أستاذ مش بس وأروح الاتصال، أدنى إيناس ويانا. ألو يا إيناس. مرحبا طارق. مرحبتين يا هلا إيناس، منور الشاشة. شكرا جزيلا لك إيناس. ممكن أحكي ويا كلوديا؟ أكيد تفضلي. طبعا تفضلي. ألو. ألو. مرحبا كلوديا. هلا حبيبتي. طبعا أني من أشد المعجبين بيك. حبيبتي تسلمي لي يا وردة. حبيبة قلبي ما شاء الله منورة. تسلمي لي، هذا نورك حبيبتي. أحب أسألك، أكو فكرة تقدمين حفلات بالعراق؟ راح أجاوبك على هذا السؤال إن شاء الله. قريبا في عندي حفلة في العراق، لكن التنسيق أحيانا يتم وأحيانا ما يتم، يعني في بعض الأشياء يعني اللي ممكن إن شاء الله، لكن احنا قريبا احنا نتمنى أنه نشوفك في العراق إن شاء الله. حبيبتي إن شاء الله، وأنا أتمنى ألتقي بجمهوري العراقي وبالشعب وبلدي، أكيد يعني أتمنى أني أنا أزورها، فإن شاء الله قريبا يا رب يكون عندي زيارة يعني وحفلة هناك. أسأل السؤال ثاني، شو نعم. سر جمالك وشلون تأتينين بنفسك؟ شنو سر جمالي؟ يعني ما أعرف كيف أجاوبك على هذا الموضوع، بس يعني خلينا نقول علي أنا أعرفه كيف أنه أحافظ، لكن سر جمالي ما أعرف شنو سر جمالي. لا أنت منورة وجميلة بشكل. حبيبتي تسلمي لي، لكن هو الموضوع أنه أنا شوية أهتم بالغذاء، ولو هذه يعني صار لي فترة مقللة أكل، لكن أنا أشرب مي هواية، أحاول أنام من وقت بدري. بدري. أنا من وقت.